بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنعمل تطبيق عملي كده ظريف، وهناخد شوية معلومات جديدة، وكمان هنغوص شوية في عالم البروتوتايب بتاع نص متر كده. خلينا نقول إن أنا عندي على سبيل المثال ميثود جديدة عايز أضيفها لقائمة الميثودز اللي بتتعامل مع السترينج مثلا. طيب قبل أي حاجة خلينا نشوف السترينج موجود جواه إيه عشان نشوف اللي بيحصل. هقول له string.prototype. لو جيت فتحت البروتوتايب هنا هتلاقي فيه محتوى جميع الميثودز اللي انت اتعاملت بيها في حياتك مع السترينج موجوده هنا. لو رحت على موقع زي MDN هتلاقي حاجه ظريفه جدا، هتلاقي مكتوب string.prototype.property name والميثود name والكلام ده. نفس القصه في النمبر، number.prototype، نفس القصه في الاري، نفس القصه في الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها كلها قبل كده في البيلت ان constructors. حلو قوي الكلام ده. طيب عند الاستخدام طبعا ما بتكتبش دوت بروتوتايب، بتكتب على طول الميثود بتاعتك. حلو جدا الكلام. تعالوا مع بعض نعمل الميثود، بس قبل ما اعملها عايز اقول لك انه الميثود اللي انا عاملها دي اسمها زد فيل، موجوده في لغه بايثون، في زيها بالظبط في الجافا سكريبت وكمان فيها مميزات اكتر. طيب الميثود بتاعتك دي هتكون تبع اي كونستراكتور بالظبط؟ تبع السترينج. ادي السترينج وادي البروتوتايب، اسمها ايه؟ اسمها زد فيل بتساوي فانكشن. ايه فكرة عمل الميثود دي عشان نفهم؟ الميثود دي بتحط لك اصفار قبل الرقم بتاعك عشان توصل الرقم لويتس معين عشان الارقام كلها تبقى قد بعض. يعني ايه؟ يعني انا طلبت منه ان الويتس يكون 4، يعني الاربع ارقام بس جوه السترينج، تمام كده؟ تمام. ورحت اديت له رقم 12، رقم 12 من رقمين يبقى يحط لي قبله صفرين، رقم 100 من 3 يحط لي قبله صفر، فهيخليهم كلهم كده تحت بعض قد بعض. لو اديت له اربع ارقام مش هيحط قبلهم حاجة. حلو قوي الكلام ده. طيب يبقى الفانكشن دي محتاجه مني الويتس، محتاجه مني اقول له الويتس بتاع الارقام هيكون قد ايه. جميل جدا. هنيجي هنا نقول له let the result بيساوي this، ونقف بقى عند this دي ايه هي عشان نفهم الفكره. لو جيت انا عملت هنا variable let my string بيساوي اسامه، ايه اللي بيحصل هنا يا جماعه وراء الكواليس واللي احنا شرحناه في الدروس اللي فاتت كلها يا جماعه؟ حد فاكر؟ ماي سترينج بيساوي اسامه، انا بستخدم السترينج كونستراكتور عشان انشئ انستانس جديده هي التكست اللي قدامك ده، والتكست ده لو جيت قلت له ماي سترينج علشان هو تم عمله بواسطه السترينج كونستراكتور، فانا عندي اكسس على كل شيء موجود في البروتوتايب بتاعه، جميع الميثودز موجوده اهي زي ما انت شايف والحمد لله، واقدر اكسس عليها عادي. حلو قوي. يبقى my string ده عبارة عن ايه؟ هو ده اللي this بتعود عليه. لما جينا في اول دروس الكونستراكتور وطبعنا جوه الكونستراكتور console log this، وجيت انشأت object جديد او instance جديدة، عمل ايه؟ طبع لي الانستانس الجديدة دي هي دي this. يبقى this هنا بيعود على السترينج اللي انت هتكتبه. يبقى انا دلوقتي لما اجي استخدم الميثود الجديدة هروح كاتب له مثلا الارقام بالشكل ده، واروح قايل له زد فيل بالشكل ده، ونكمل على طول. ده يا جماعة this. عسل قوي. طيب دلوقتي محتاجين نتأكد ان عدد الارقام اللي جوه السترينج اقل من الويتس. حد يقول لي ليه اقل من الويتس؟ علشان انت بتقول له دلوقتي ان انا هدي لك 3 ارقام، تمام؟ الويتس بتاعنا دلوقتي 3، وانت قلت له ان الارقام بتاعتي اهي، اللينس بتاع الارقام دي قد ايه؟ اللينس بتاع الارقام دي 3. طب دي 3 والويتس 3، محتاج تحط صفار قبلها؟ لا. يبقى احنا لازم نتأكد باللوب بتاعنا اللي هنعمله انه الارقام اللي انت هتديها له اقل من الويتس، يعني يكونوا رقمين مثلا، عشان لو نفس عدد الويتس مش هنحط قبلها صفار. حلو قوي. هنستعمل هنا while loop. هقول له while الريزلت بتاعتي اللي هي دي، اللينس طبعا بتاعها عشان نشوف هما فيهم قد ايه، اقل من الويتس اللي الشخص هيكتبه. حلو كده، اتاكدت ان هي اقل من الويتس. طول ما هي اقل من الويتس الوايل لوب هيفضل شغال. طيب هيفضل شغال يعمل ايه؟ هيجيب الريزلت بتاعتك ويعمل فيها ايه؟ ويروح حاطط صفر قبلها، ادي الصفر اهو وبعديه ذا ريزلت بالشكل ده. طيب نعمل مثال كده على الوايل لوب دي دلوقتي بتعمل ايه. مثلا انا اديت له الويتس 5، الويتس يا جماعه بتاعنا 5، واديت له الرقم 12. هيحصل ايه في الرقم 12 ده؟ اول حاجه الوايل لوب هتروح على رقم 12، هتلاقيه اقل من الويتس فعلا، صح؟ ده 2 والويتس اللي انا طالبه 5، فيروح حاطط لك صفر هنا، تمام؟ ويروح مكرر العمليه، هيلاقي الرقم بتاعك 012، اقل من الخمسه ولا لا؟ اقل، هيروح حاطط لك صفر تاني، بعدين يعمل التكرار تاني، يلاقي الصفر 012، اقل من الخمسه ولا لا؟ اقل، فيروح حاطط لك صفر، يجي يعيد يلاقي ان ده مش اقل، فيروح مسايبه ويطلع لك النتيجه دي. طيب الحمد لله كله تمام وزي الفل. بعد ما خلصنا دلوقتي هنيجي هنا نقول له بقى رجع لنا النتيجه. هنرجع النتيجه بتاعتنا اللي هي الريزلت دي، بس اتاكد ان هي تو سترينج، ان هي فعلا ترجع سترينج بالشكل ده، ونقول له سيف.
اول حاجه محتاجين نعرفها ان احنا نخش على السترينج، عشان هتلاقي الزد فيل اللي احنا عاملينها منوره كده وملعلطه جوه زي ما انت شايف كده. طيب حلو الكلام ده بقى، وجت مرحله الاستخدام. هقول له console.log وهبدا استخدم. اول رقم هدي للشخص هيكون رقم 12، بعدها هقول له دوت زد فيل اهو، وعايز الويدث يكون كام؟ 6. تمام كده؟ تمام. ونكرر بقى الارقام 12 5 1 6، بعدين 3 6 2 5، بعدين مثلا 2 5 1 4 5، بعدين 9 8، اي حاجه طبعا، ودي مش محتاجين. ونقول له اتفضل ادينا النتيجه زي ما انت شايف اهو، كلهم باترن واحد، كل رقم بناء عليه بيحط الاصفار قبله زي ما انت شايفه. الحمد لله كله تمام وزي الفل. خلينا نعمل فانكشن كده للناس الرومانسيه، فانكشن بتقول لك اي لاف يو، حاجه كده ايه يعني، ايه تفرحك شويه. هنخش على السترينج وعلى البروتوتايب بتاع السترينج، ونعمل فانكشن اسمها say you love me. ده اسم اغنية على فكرة تقريبا سمعته زمان. say you love me بتساوي فانكشن. الفانكشن دي يا جماعة ببساطة شديدة جدا مش محتاجة تكتب لها حاجة، هي كل الموضوع التكست اللي انت هتكتبه هتاخده وتحط قبليه كلمة I love you بس كده، فمش محتاج تمرر حاجة للفانكشن. هقول له return، وبعدين هكتب هنا I love you، وبعدين الزس اللي هو التكست اللي الشخص هيكتبه او السترينج اللي الشخص هيكتبه وهيستخدم معاه الميثود دي، واقول له اتفضل بالشكل ده. اول حاجه خلينا نشوف هنا الزد فيل موجوده، وعندك ميثود اسمها say you love me. نشتغل بيها ازاي؟ هقول له console.log واروح حاطط مثلا اسمي اسامه، واقول له dot say you love me بالشكل ده، واقول له اتفضل راح كاتب لي I love you اسامه، I love you all please، ونلتقي في الجنه ان شاء الله. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.